السلام عليكم. اليوم احنا موجودين في السهلة حق مفروشات احمد شريف، عندهم تخفيضات، خلنا نشوف وياكم. هذه طاقة من الاطقم الموجودة في مفروشات احمد شريف، تقدرون تغيرون الخلق، وهي صناعة بحرينية. وهني طاقم ثاني، القماش ماله مخمل، وعجبني الستايل القزاز اللي تشوفونه. ومفروشات احمد شريف عندهم الستائر الالكترونية، ريموت واحد حق عدة ستائر. وهذه انواع الستائر، وعندهم اساس مكتبي وطاولات طعام واساس الحدائق والمطابخ وحتى الباركيه. هني المناظر وطاولات الصلاة والتسريحات والطاولات الجانبية وحتى طاولات الضيافة. وهني الجلسة تصميم مغربي، وايد حلو ما شاء الله الديزاين، تقدرون تغيرون في اللون وحتى في الحجم. وهذه طاولة طعام زجاجية عجبتني والله. وهني قسم الحدائق، احنا الجو متعدل بعد ما يبي لكم الا قعدات من احمد شريف. وهذه من افخم اطقم غرف النوم عند مفروشات احمد شريف. وعندهم مطابخ المانية، يقدرون يسوون لكم بحريني ويغيرون لكم اللون اللي تبونه. واحلى شيء الكورنر، عشان ما تدخلين يدك وطالعين الجدور وتعين راسك، هكذا اسوي لكم الحل. وهني مطبخ ثاني، وتقدرون تفصلون بالشكل اللي انت تبونه، يبون لهم ويفصلون لكم اياه. وهذه طاقم غرفة نوم جاهز طبعا من ماليزيا. وهني جلسات L shape، يعني على حرف L. وعندهم كراسي حق اليهال وأسرة اليهال، صميمهم حلوة والله. المعرض ما شاء الله من دورين، ومني أطقم الجلوس، ومن هناك المطابخ. أطقم غرف نوم اليهال، أشكال وأنواع ما شاء الله.